ضيفنا اليوم مهدي يارتو ام اللي سبقنا الجيتاريست نتاعو للبتو على اساس باش نحضروا له الانستالاسيون واحنا في الواقع هزيناه باش نقنعوه باش يمثل معانا. البحرية اليوم بتكون معها فنان شاب صاحب صوت واعد والله شبت شاب على الاخر صاحب صوت واعد واعد ما نعرفوش وين باش نصنفوها تو نحكيو فيه هذايا من بعد صنفوني فطور ضيفنا اليوم هو الفنان مهدي ارتو ام سي عايش كاش كاش مرحبا مهدي وبيك عايش هاي طفي الانبوبه مش منقوش طفي روحك هكا كانك تستنى في مضمون مضمونك مش مضمون لازمك شكون الفوق يوصي عليك بتليفون ما كانش ترسيلك ارجع خطوة يا مغفون ماشي جاي بالك تخدم بالبيلة وكانك في الكياس ما فيها باس ديما يرد بالك ساقك ترزن وتزيد في الفيتاس ترسيلك تصرف تصرف خلي اسمعني الكياس وهز بزايد كان ثنية طويلة طفي ضا معلم شنو يا جوز ماذا قاعدين نخدموا راه هوني مرس عليك جوست شوية حس معنا لباس إيسونس مخشوش ولا من الباقيين سرعة القدامية عايش ولا عريس كاو شوية فتليك من طلعوا هذا خير خير شي يقول كوبلي الأول إنسان ليه قال يحب إيسونس فما راجل عمل لك تحسوا بشي دوخ يا رحبوك يا رايس هزوا راحتك عليه عقل فرات الرئيس عبط الرئيس اقعد بالبيت يابا تاخذ الفوق اقعد هكاك علم كيف اسمع كلف ايه والله ما تدورش تو للطليان مخي ما تدوره له برا للطليان طليان تمشي نفسك تو طليان تو هبت يدك لوتك هبت يدك لوتك ها حتى واحد ما يتحرك الطليان الناس كل مش نرجع للطليان ديك فوق ها ديك فوق يلا فوق لا واحد يتحر على كرشك على كرشك على كرشك على كرشك على كرشك كرش 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 اسمع اسمعني تحب تروح لباس تحب نروح كل لباس برجوليات مخيط لا لا انا ايش يهمك فيه انت تحب تروح لباس كلنا نحب نروح باهي تو الحكم اسمعني
كان احكي من يا خويا خليتوا لي حاجتكم بيه ها هما كنتوا خليتوا لي حاجتكم بيه شنو اللي حاجتي بيه كريم احكي معاك كريم مدلع يا اخي يا اخي مدلع 10000 فرنك والله زوالي خوك شنو زوالي هذاك اللي عندك شنو تخ والله لا انت شنو ارتيست بتعرف ارتيست الصور دو كل عندك شنو اسمعنا شوف 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 صص 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 الناس كلها تسمع طوريت الحاكمة تسمع فيه والله يتسيبنا توما نقصي ها باش نجربك ما كانش توما نقول لك توما تقوم الحرس تقول له ما سمحت شيء قاعدين عاملين عيد ميلاد في البط ادنى كلمة هكا ولا هكا نخرج الكرتوش من جنبك بقاع سيس بقاع سمعت ايش باش تقول رد رد بالك تقول رهينة ليه قول له مخليها شيمك فيها اجا هنا قول له عندي عيد ميلاد سلم عليه والله سلام عال الحق عيد ميلاد عيد ميلاد عمي حاب قول شو عيد ميلاد تكلم يلا فعل لا قولوا ما ثم شيء ثم شيء لبس قولوا برا أرواح برا أرواح قولوا برا أرواح برا أرواحكم لبس لبس قولوا عاملين عيد ميلاد أنا قلت عيد ميلاد وعاملين حفلة كده يا حرام لبس الحمد لله أنا شيء وردي لبس يا أرض فوشيك فوشيك بخدك عيد ميلاد صحيح 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 يا نادي يا كرتوشة في جنبي نيكي كرتوشة في جنبي استنى استنى شو كاميرا استنى 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 اقعد غاد فين شو هيك اصبر هاي اسمع اسمع كلا فيك تكفو كيفك كيف كيفكم كيفكم هاي بقى اقعد على الكرسي اقعد غادي الصق غادي امشي غادي الصق غادي الصق غادي امشي امشي هاي شدك شد اسمعني 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 وين شنو هاد الجيتار هاي تقعد تعرف شكون يعزف انت هاي تقعد اقعد بحذيه غني لي غني لي اي حاجه غني ام كلثوم ليه ما تعرف حاجه انت ام كلثوم على الريح ليه غني غنيتي انا عندي كان غنيتي ما نعرفش نغني طالع عندك صالحه والله لا ما تعرف حتى غنيه من القدم ما نحفظش ما نحفظش شنو تحفظ مال غنيتي انا اعطيني غنيتك انت شنو ترى هيا امشي يا هذا كلا فيك لحظه باش نتفاهم ومان شنو باش فاهم باش شوف باش نغني وانا داخل بعضي يعني انا داخل بعضك وانا خارج من بعضي اسمع برا انا تونسي تحب ندخلك من بعضك؟ صحيح قيمة. صحيح. تحب نحيك الفزعة؟ ايه صحيح. بوس خوك. صحيح بوس خوك. هاكا نحيك الفزعة امشي. واضح. واصل. امشي عاد. تليفوني نقص لازم نستنى. يا ولدي يا رجال مش نقعد نستنى اربع. انا تونسي بين البلدان رافع راسي. انا تونسي. فيغ دغاشي مالي بيرسي عندك حاجة على الحرقان؟ لا ما عندك اش؟ ها؟ لا طيب هذه كلمات هذه كلمات احنا ميتين ميتين غني لغنى اي غنى كلا فيك غنى هذه كلمات هذه غنى غنى متاع الثورة هذه عملتها غني لغنى أبور هزت عارت لوت انت يا عارت بحدي اسمعني يا صاحبي شوف ليه ما عرفش تعمل هذاك؟ ما عرفش تعمل شوف سيد اهبط اهبط شد مهدي وقف معايا يوقف يا مهدي شد يا ولدي اهبط اهبط البوليس وين؟ اخرت الوحده وين؟ اهبط 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 انا ايش عملت يا بابا كان الواحد اللي قلت ما نجمش كان الواحد اللي قلت ما نجمش عملت انا لحظه لحظه اش بيك اش بيك اش بيك اتركك الكل مش فاد ليك هذا مش فاد ليك ايه صحتكم صحة
بس اكيد حتى شويه انها تكون كاميرا كاشي. والله ما جاش البريد الجمله زي الاوقات اللي انا سكت قاعد نقرا في القران، مانيش قاعد نخمم جمله، قاعد نقرا في القران ونخمم في المستقبل في الطليان كيف وراء الحبايب. لا يا ابني لا والله ما نتمناها لحد، والله ليه براسني فجعه فجعه.